تقول: لقد حدث خلاف بين زوجي وأهلي على أمر من أمور الدنيا، ولقد أردت أن أقف إلى جانب أهلي لأن طاعة الوالدين والإحسان إليهما فيه امتثال لأمر الله، ولكن منعني من ذلك ما سمعت من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم مدى صحتها، فمنها قوله ما معناه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وحديث آخر يقول: لن يرضى الله عن المرأة حتى يرضى عنها زوجها. وقد حاولت الإصلاح بين الطرفين فلم أفلح بأي شكل، أرجو أن ترشدوني إلى جانب من أقف، فأنا أخاف إن أغضبت والدي أن أغضب الله، وإن أغضبت زوجي ألا أكون الزوجة المؤمنة الموفية بحق الزوج كما يجب، كما أرجو أن توجهوا لهم نصيحة لعل الله ينفعهم بها. نعم. أما حق الوالد فلا شك أنه واجب، وهو حق متأكد، طاعته بالمعروف والإحسان إليه، قد أمر الله بذلك في آيات كثيرة. وكذلك حق الزوج حق واجب على زوجته ومتأكد، لوالدك عليك حق، ولزوجك عليك حق، والواجب عليك إعطاء كل ذي حق حقه. لكن ما ذكرت من وجود النزاع بينهما ولا تدرين مع أيهما تقفين، فالواجب عليك أن تقفي مع الحق. فإذا كان زوجك محقا وأبوك مخطئا، فالواجب أن تقفي مع الزوج وأن تناصحي أباك. وإن كان العكس، كان أبوك محقا وزوجك مخطئا، فالواجب أن تقفي مع أبيك وأن تناصحي زوجك. نعم. فالواجب أن تقفي مع المحق وأن تناصحي المخطئ منهما. هذا ما يتعلق في موقفك مع أبيك أو مع زوجك في النزاع الذي بينهما. وحاول الإصلاح بينهما مهما استطعت لتكوني مفتاحا للخير، ويزول على يدك هذا الشقاق وهذا الفساد وتؤجرين على ذلك. فإن الإصلاح بين الناس ولا سيما بين الأقارب هذا من أعظم الطاعات. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأما النصيحة التي نوجهها إلى الطرفين، الواجب عليهما تقوى الله عز وجل وتعامل بالأخوة الإسلامية وبحق القرابة والصهر الذي بينهما، أن يتناسوا ما بينهما من النزاع، وأن يسمح كل واحد منهما للآخر، فإن هذا هو شأن المسلمين، وأن لا ينساقوا مع الهوى أو مع الشيطان. استعيذوا بالله من نزغات الشيطان. مدى صحة الحديثين اللذين أوردتهما؟ أما حديث لو كنت آمرا، هذا حديث صحيح فيما أعلم. نعم. وأما الثاني فلا أدري عنه، لكن كما ذكرنا ورد فيه معناه صحيح. معناه صحيح أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة بالمعروف. نعم. بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم.